لأن قضية المسجد الأقصى مركزية في وجدان الأمة، فهي تحضر في كل مناسبة تتحدث عما يجري في المنطقة. مؤتمر صحفي لمؤسسة القدس الدولية حمل عنوان عين على الأقصى، عقد في مدينة اسطنبول ليؤكد دور المقاومة في ترسيخ الأقصى عنوانا ثابتا لا يمكن إزاحته. في ظل معركة طوفان الأقصى التي انطلقت من أجل المسجد الأقصى المبارك ودفاعا عن المسجد الأقصى المبارك في 7 تشرين، اليوم المسجد الأقصى في عين الخطر، خاصة عندما تستمعون إلى التقرير أعداد المستوطنين الذين استباحوا المسجد الأقصى والاعتداءات التي عليه. المؤتمر جاء ليمثل حالة إجماع عربية وإسلامية على عدم القبول بأي مساومة تستهدف المسجد الأقصى بكل أبعاده ودلالاته. لذلك المؤتمر يأتي بما يمثل من حالة إجماع لدى الأمة ومن مكونات مختلفة في هذه الأمة تتوحد جميعها حول القدس وحول المسجد الأقصى، لتوصل رسالة إلى هذا الكيان أن الأمة لن تقبل أن تمرر مثل هذه التصريحات ولن تقبل أن تمرر مثل هذه الأفعال. التواطؤ الدولي مع جرائم الاحتلال لم يعد أمرا خافيا، ووصل إلى مرحلة المشاركة الفعلية في هذه الجرائم التي ترتكب في فلسطين. لا شك أن ما حدث في خلال الأشهر الماضية أظهر مدى التواطؤ الكبير من قبل المنظومة الدولية مع الصهيونية ومع جرائمها، فهي حتى اليوم لا زالت تحظى بالتأييد والمباركة والسكوت عن هذه الجرائم. ومع ذلك ما أوردناه سابقاً من نقاط حول هؤلاء المتطرفين لم يستطع حتى تلك الدوائر الغربية أن تتجاوزه. الانخراط في معركة طوفان الأقصى واجب على الأمة، لأن المصير المشترك يحتم ذلك على كل فرد فيها. فيا أبناء الأمة، لا تسلموا غزة وحدها في المعركة، لا تتركوها وحيدة في الميدان. الله الله في غزة، طب ما المطلوب؟ المطلوب إضافة للخيار العسكري وانخراط الأمة فيه، المطلوب عودة الشارع العربي والإسلامي والإنساني إلى حالة الغضب بملايينه الهادرة انتصارا لغزة. طوفان لن يتوقف حتى ترسو سفينة المقاومة على مشارف الأقصى محررا من دنس الاحتلال.